الإمام الذي يقول والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، هذه شخصية أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي تجاوز مرحلة الإيمان المجرد إلى مرحلة المعاينة، وتجاوز مرحلة المعاينة إلى مرحلة المماسة، تجاوز علم اليقين إلى حق اليقين، وتجاوز حق اليقين إلى عين اليقين. وعلي صلوات الله عليه الذي يقول سلوني قبل أن تفقدون، مو في الطب، في الحديث فقط، في القرآن فقط، في العقائد فقط، في أي مجال من المجال. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه علمه ما اقتصر على علوم الدين، على علم الفقه وعلى علم الحديث وعلى علم العقائد. الإمام صلوات الله عليه تناولت دائرة علمه ومعرفته جميع العلوم. الشاعر يقول ولدت في زمن لم يعرفوك به، وكل جيل يحيل الفهم للآتي. الإمام صلوات الله عليه كان سابقا لعصره، إلى هذا اليوم لم يفهموا علي. هذه شخصية أمير المؤمنين.